توري الشاوي أول طيارة مغربية نفضت عنها غبار الركود وطارت مع أسراب الطيور في السماء المغربية، فطارت معها أفئدة الفتيان والفتيات المغاربة من جليلها. كانت مستهدفة لأنها رمز ترمز إلى معنى جديد لمغاربة جدد، وأكثر من ذلك أنها امرأة، أنها ترمز لهذا المجتمع الجديد من وسط النساء. فبالتالي هذا النموذج مزعج لأنه نموذج إيجابي. ما معنى أن يكون أنه نموذج إيجابي؟ كي يخلق واحد التناهي عند الأجيال ديال المغاربة، لأن عندهم واحد ليدول، واحد نموذج لإيجابية يخصهم يقلدوها. هي من أغلى صديقاتي رحمة الله عليها، كبرت وإياها، تربينا معا وتصادقنا ونحن صغيرات، وكانت من أجمل الناس خلقا وخلقا. وجهت بنوع من اللامبالاة، من نوع من العنصرية، قد نسموها عنصرية. علاش؟ أولا لأنها فتاة مغربية، وأنها حتى في شخصيتها عندها الموقف الوطني، وبالتالي الفضاء الفرنسي كان عمليا إقصائي لها. كانت عندها شخصية قوية، وكانت عندها ذكاء حاد، فعلا هذه أوصاف اللي كانت كتميز بها. توريا الشاوي في جانب المهني الطيارة، توريا الشاوي الفاعلة الجمعوية، الممثلة المسرحية، الممثلة السينمائية، المناضلة السياسية، الفاعلة النقابية، يعني من كنجمع هادشي كله أكيد أننا أمام فتاة سبقت عصرها واستطاعت أن تترك بصمات واضحة في مسار الحركة النسائية. توريا الشاوي تولدت في مدينة فاس نهار 14 دجنبر 1936، وباها عبد الواحد الشاوي رائد في المسرح المغربي، أمها اللي رباتها أحسن تربية سميتها زينة، اسم على مسمى، العقلية زينة والسمية زينة، وأخوها صلاح الدين الشاوي كان فنان مشهور، عاش في مدينة فيشي الفرنسية. توريا كبرت في بيئة صالحة، وسط أسرة كتشجع العطاء والمعرفة، وفاش وصلت للعام السابع في عمرها، جاب لها باها أستاذ باش يقريها دروس في الفقه والنحو والتاريخ. بالأجوبة اللي بدعها المجتمع المغربي هو هذيك الحاجة إلى التعلم، إلى اكتساب العلم، اكتساب المعرفة. فتوريا الشاوي كترمز أو كتنتمي لهذا الفضاء، لهذا المغرب الجديد. توريا تلقنت دروسا في الفقه والنحو والتاريخ. توريا عندها بزاف المواهب، ومن بينها التمثيل، وفاش قرر المخرج الفرنسي أندري زوبادا يدير فيلم البوابة السابعة في مدينة فاس، توريا شاركت في دور سينمائي مع باها، وعمر هذيك الساعات ما كانش دايز 13 سنة. عندما بلغت 13 عاما شاركت في أول عمل فني لها من خلال الفيلم الفرنسي الباب السابع. إذا قلت أن تشارك توريا الشاوي في شريط سينمائي تحت عنوان الباب السابع سنة 1947، هذا كان أمرا غير مسبوقا، لأول مرة تظهر فتاة مغربية على الشاشة. هذا عمل مهم جدا، أن المرأة المغربية أول حضور لها داخل السينما أو العمل السينمائي الوطني كان مع اسم توريا الشاوي. بنت الشاوي كانت كتعشق الألعاب الميكانيكية، كانت كتبغي تفصلهم وتعاود تركبهم عكس الأطفال اللي كانوا قدها، وكانت مهووسة بالطياير، بدليل أنها فوقاش ما دازت شي طيارة فوق دارهم كانت كتبعها بعينيها حتى تغبر. ومن صغرها وهي كتبغي الطيارات والميكانيك، خصها تشوف كيفاش هذاك مصوب. في الصيبة ديالها الفتيات كيلعبوا بطبيعة الحال لي بوبي بأشياء هي كانت كتلتجأ الأشياء كلها اللي كتتعلق بالطيران، كالطيور، كالمسائل اللي هي كترمز الحرية. كانت كتصوب بالوراق مثلا الطيران، كترميها في الهواء كأنها طائرة غادية. كيعودوا عليها من ملي كانت كدوز الطيارة في السما ديال فاس كانت كتشوفوا كتقلب فوالا اكزاكتو. توريا جاتها الضيقة في سن مبكرة، ما كانتش كتقدر تنفس، وتما جرى بها باها للسبيطار، ومور تشخيص الحالة لقاو العلاج في السما. الطبيب قال لباين توريا شوف كي دير تركب بنتك في طيارة وتطير بها، هذا هو العلاج ديالها. الأب ما كانش من العاجزين، بالزربة قال لي عاونو باش يوصل للهدف ديالو، قدر يركب بنته في الطيارة اللي جابت بها دورة في السما. قبل سنوات قليلة كانت توريا كتبع الطائرات غير بعينيها، ودابا قدت تركب فيها، الشيء اللي غادي يخليها تزيد تبغي مجال الطيارة، ومن هنا دخلت في راسها باللي هذا المجال هو الهدف الرئيسي ديالها. عندما أتمت 3 سنوات اتضح أنها تعاني من مرض صدري سبب لها صعوبة في التنفس. قالوا لأبيها يلزمها أن تركب طائرة وتسير فيها لتشم الهواء من الأعلى علها تشفى. الأب ديالها لم يتردد، فبحث عن شخص في مدرسة الطيران في فاس، وتمكن من أن يقنع أحد المدربين لكي يقوم لابنته بتلك الجولة مرتين.
خلال رحلتها وقعت ثريا في حب الطيران، كادت أن تطير من الفرح. وبالرغم من أن حلم الطيران كان صعيب بزاف في ذلك الوقت، إلا أن عبد الواحد الشاوي كان كيشجع بنته باش توصل لهدفها. بدا كيتقاتل باش يسجلها في مدرسة تيطمليل للطيران واللي كانت مخصصة للفرنسيين. حلم ثريا كان تحدي للسلطات الاستعمارية، لأن الفرنسيين كانوا كيبغيو يبانوا أنهم متفوقين على موالين البلاد، ما خاص حتى شي واحد يوصلهم. عياو يديروا العصا في الرويضة لثريا وباها، ولكن ما قدوش يحبسوا هذا الحلم. بغات تاخذ دروس ديال الطيران، وكان التسجيل ديالها في مدرسة ديال تيتمليل كان صعب، لأن كان داك الساعة الاستعمار كانوا الفرنسيين هما اللي عندهم الحق باش ياخذوا دروس ديال الطيران. واستطاعت بدعم من أسرتها أن تحقق حلمها. كانت الفتاة المغربية الوحيدة في مدرسة مخصصة للنخبة الفرنسية، فكان داك الميول ديال الطيران كان حقا قوي، لأن تحدى أي صعوبات اللي كيمكن تكون في الطريق ديالها. تعرضت لنظرات الازدراء والعنصرية، لكنها لم تتخلى عن حلمها. بنت الشاوي قد تدخل مدرسة الطيران، الشيء اللي غادي يخلي الأسرة كاملة ترحل لمدينة فاس باش يكون وحدة بنتهم في الدار البيضاء. تخيلوا معايا أخوتي المغاربة، بنت وحدة مغربية في مدرسة مخصصة للفرنسيين، وكذلك بعض الإسبان والإيطاليين، وكلهم كانوا كيشوفوا فيها شوفات ناقصين، ولكن الأستاذ ديالها الإسباني كانت عنده نظرة أخرى. ثريا كانت عزيزة وقرر يحميها من الحقارة. استطاعت أن تثبت مهارات عالية وهي في سن متقدمة، لم يكن عمرها يتجاوز 18 سنة، بشهادة أستاذها وحاضنها أستاذ إسباني كان اسمه نوغيرا، كان يشتغل داخل هذه المؤسسة، مؤسسة الأجنحة الشريفة، وكان يشرف على تكوينها، وكان له واحد العطف كبير على ثريا الشاوي، وكان معجبا بذكائها وبقدرتها الهائلة على تلقي المعارف والعلوم الخاصة بفن الطيران. لذلك كان طبيعي جدا أن تختزل المراحل وأن تمر مرحلة التكوين في زمن قياسي، بل وأن تتقلد مسؤولية سياقة الطائرة في سن مبكر جدا. وبلا ما نساو التشجيع ديال والديها اللي كان معاونها بزاف، كانوا موفرين لها أي حاجة، لدرجة كانوا ينقصوا مصروف الدار باش يخلصوا لها تكاليف الدراسة اللي كانت غالية، وكذلك المصاريف ديال المركوب، لأن المدرسة كانت في التالي ديال المدينة. وباها زعما دار مجهود كامل باش دخلها. وكان على والدها أن يلتزم بالمصاريف وقيمة الطائرة ويتحمل مسؤولية حياة ابنته، فوافق على كل هذه الأمور لثقته بقدرات ابنته الشابة. وفاش وصل نهار الامتحان كان الجو ما صالحش للطيران، ومع ذلك ثريا قدت تسيطر على الطيارة بسهولة، الشيء اللي خلى اللجنة تبقى حالة فمها، وبالخصوص فاش طارت على علو 3000 متر وقدت تطير في مسافة 40 كيلومتر بشكل دائري. بنت الشاوي نجحت في الامتحان ودات شهادة الطيران وعمرها ما دايزش 15 سنة، وذلك في سنة 1951. يوم تخرج حفل التخرج يعني إعطاء الشهادة ديال الطيران اختير لها يوم ممنوع فيه الطيران. ظلوا يؤجلون في يوم إجراء الامتحان وانتظروا يوما كان الطقس فيه ممطرا وغائما. بعض المصادر قالت إن اختيار ذلك اليوم كان متعمدا من قبل الإدارة الفرنسية للمدرسة حتى لا تنال شهادتها. بهذه الظروف ديال المناخ وبالمطر وبالغيوم ونجحت بتفوق. انطلقت ثريا في ذلك اليوم تشق عباب السماء. حلقت ثريا على علو 3000 متر، قطعت مسافة دائرية على طول 40 كيلومترا، قدمت استعرادا رائعا أثار إعجاب الحاضرين ولجنة الامتحان، لدرجة أن مدير اللجنة نهض عن كرسيه وذهب إلى ثريا عندما هبطت مهنئا إياها على مهاراتها المميزة. ومورها قدت تسوق طيارة من نوع بايبر من مدينة الدار البيضاء لمدينة الرباط مشية ورجعة، الشي اللي غادي يخلي النادي الجوي للأجنحة الشريفة يحتفل بيها. ومن هنا ولات ثريا دايره البوز في العالم كامل، لانها كانت اول امراه عربيه ومسلمه وافريقيه كتدي شهاده الطيران وفي سن مبكره، وكذلك كانت الاولى اللي حصلت على وظيفه بيلوطه في المغرب سواء على مستوى النساء او الرجال. تصدر الحدث الصحف الوطنيه والدوليه، فالنساء قائدات الطائرات انذاك كان يتم عدهن على رؤوس الاصابع في العالم. وهذا خلق صدى، لأن كانوا هناك صحفيين، خلق صدى إيجابي لشخصها، وخلى لأنه نشرت مقالات صحفية مع صور ديالها في المطار يوم التخرج، معنا ولدت كبطلة. وتما بدأت توصلها التبريكات من الداخل والخارج، ومبين اللي باركولها كاين عبد الكريم الخطابي والأستاذ علال الفاسي اللي قال لعبد الواحد الشاوي هكا خص يكونوا الآباء، وكذلك البيلوطة الفرنسية جاكلين أوريول صفتت لها هدية على شكل تصويرة موقعة من طرفها. كانوا لها عدة استجوابات ولقاءات صحفية مع مندوب الصحف والإذاعات العالمية، واتخذت لها صور كما توصلت بالعديد من الرسائل وبرقية التهنئة والإعجاب. وأرسل لها محمد بن عبد الكريم الخطابي مهم
متهنئا. هاد التبريكات كلهم فرحوا توريا، ولكن اللي زاد فرحها اكثر هو الاستقبال الملكي، لانها قد تلاقى مع الملك محمد الخامس والاميرات. فاستدعاها الملك محمد الخامس الى القصر الملكي. بالحق لم تكن الطائره هي التي حلقت في السماء، ولكن المراه المغربيه هي التي حلقت عاليا، لان توريا الشوي بهذا الفعل ستتحول الى نموذج للمراه المغربيه كما عبر عن ذلك المغفور له محمد الخامس عند استقباله وتوشيحه لهذه المراه او هذه الفتاه العظيمه في حقها. وكما سبق وقلنا توريا كانوا عندها بزاف ديال المواهب، منها التمثيل ومجال الاداب، وبالخصوص الشعر والقصه. توريا الشوي وهي يافعه بدات تكتب الشعر وبدات تكتب مقالات حول قضايا متعدده لها ارتباط بالعمل التحرري، وهي في سن لم يتجاوز 15 من عمرها. شاركت في مجموعه من المسابقات التي كانت تنظم على المستوى الوطني في كتابه الشعر والقصه والمقاله، ومن الامور المثيره جدا انها اثارت الانتباه بكتاباتها الاولى، الشيء الذي جعلها تستفيد او تنال مجموعه ديال الجوائز، خاصه احدى جوائز المسابقه في مجال القصه القصيره بمناسبه عيد العرش. وزيد عليها كانت كتبغي المجال الجمعوي، وهي المؤسسه ديال جمعيه اخوات الاحسان، وكان لها دور كبير في تاسيس اطار جمعوي مهم جدا هو اخوات الاحسان. فجمعيه اخوات الاحسان هي صاحبه الفكره وهي صاحبه المشروع، قدمته للجهات المختصه وعلى اساس السلطان محمد بن يوسف انذاك واشتغلت فيه، بل اجتمعت حولها مجموعة من فتيات مدينة فاس، وكانت جمعية رائدة في هذا الباب، والكثير من المبادرات الرائدة في هذا الباب في مدينة فاس في هذه المرحلة ارتبطت بتجربة جمعيات أخوات الإحسان التي أسستها توريا الشوي وكانت رئيسة لها، ويعني تحملت فيها الكثير من المسؤوليات كما هو معروف. هي لم تمارس العمل الجمعوي عن بعد كمنخرطة عن بعد، ولكن كفاعل مباشر في الأحداث. وكذلك كانت معروفة بمواقفها الوطنية، فشرجع محمد الخامس من المنفى شاركت توريا في الاحتفالات ديال الترحيب واللي كانت في المغرب كامل. دارت أمر الطيارة وبدأت تابع الموكب الملكي، وكتلوح أوراق ملونة والمنشورات من السماء تعبيرا منها على الفرحة بعودة ملك البلاد. لم أنسى اليوم الذي عاد فيه المجاهد المغفور له محمد الخامس طيب الله تراه من المنفى السحيق مع أسرته الشريفة يوم 16 نوفمبر 1955 إلى عاصمة ملكه، وكانت الطيارة توريا الشاوي تطير بطائرتها على علو منخفض فوق مدينتي الدار البيضاء والرباط، وكانت تلقي بالعديد من الأوراق الملونة وصلت سماء القصر الملكي. كنا في القصر الملكي في السطح، وكانت هي فوقنا تزودنا بالأوراق من السماء، عدد كبير من الأوراق تحوم حول أنحاء المغرب وتتلقي الأوراق من السماء فرحة بعودة جلالة الملك محمد الخامس رحمة الله عليه. أمور هاد الشي مرضت ومشات لسويسرا باش تعالج. هذا غادي تسبب لها في إصابة بمرض صدري، لأنها لم تقم بالاحتياطات اللازمة لحماية جسدها، خصوصا لما تحلق في مستويات منخفضة، مما اضطرها إلى أن تخضع لعلاج امتد لشهور في إحدى المصحات الخاصة أو المستشفيات الخاصة بسويسرا بلوزان، وكان الملك الوطني محمد الخامس هو الذي بعثها للاستشفاء في ذلك المستشفى. وبعد شهور ديال التداوي رجعت للمغرب وأسست أول مدرسة للطيران العسكري والمدني، وهي اللي اختارت رمز الطيران المغربي اللي باقي لحد الآن كما هو، وكذلك خرجت كتاب خاص بتعليم الطيران باللغة العربية. العمل الوطني كان يتم تصرفه باختصار بالنسبه لتوريا الشاوي عبر قنوات متعدده، بل حتى عندما تحدثت عن المهنه ديال الطيران والنص الرائع الذي كتبته والنص الوحيد الذي خلفته، هذا الكتاب تتحدث فيه عن مهنه الطيران واعطته واحد العنوان مميز، كيف تصبح طيارا، ثم الحقت به فصلا اخر سماته كيف تصبحين طياره للانثى، اذا خاطبت الذكور وخاطبت الاناث. توريا بحال الناس كاملين، وقعوا لها بزاف ديال الطرائف في حياتها، فمثلا واحد النهار في 1953 كانت راجعه هي وعائلتها من اسبانيا للمغرب، وفاش ركبوا في الطياره شافها البيلوت والمساعد ديالو لابسه لباس بيلوطه، ديك الساعات في عمرها 17 سنه وكانت قصيره، وتما بداو يطلعوها عليها، وقالوا بلي هذه غير بنت صغيره وكتشبه راسها بالبيلوطه. وموراها بشويه قررت توريا تمشي للبلاصه الخاصه بالبيلوت الاسباني، وقالت له باللي حتى هي كتسوق الطياره، الشيء اللي غادي يخليه يتفاجئ، وتما قال لها واش تقدي تكملي هذه الرحله، وبالفعل داك الشيء اللي كان، فاش نزلت الطياره في تطوان ناض البيلوت الاسباني وهز الميكرو قدم لهم توريا، وقال لهم هي اللي ساكت بيهم. القصه اللي وقعت لها مع احد الربابين الاسبان، لما كانت جايه من مالاغا الى تطوان في رحله مع الوالد ديالها وعائلتها، وهذاك القبطان ديال الطائره كان كيدور في وسط الطائره، تابع لان هي لابسه اللباس ديال الطيران المدني، فقال لي هذا واش ديال شي احتفال يعني ديال شي عيد هديه؟ قالت له لا هذا لباس رسمي انا ربان الطائره. لم يصدقها، قال لها تقودي الطائره؟
وهي التي قادت الطائرة وأنزلتها في تطوان، وأعلن للركاب أغلبهم إسبان أن من أنزل الطائرة ومن قادها هي الربانة فلان الفلان، فتم تصفيق لها. العديان داروا بزاف المحاولات باش يصفيوها التورية، وأول محاولة كانت في نوفمبر 1954، وذلك من طرف واحد المجموعة القتالة فرنساويين. حطوا لها قنبلة حدا الفيلا اللي كانت كتسكن فيها، الشيء اللي رون البلاصة. كانت خسائر مادية والحسن الحظ حتى شي واحد ما تقاس. والمحاولة الثانية كانت في الثالث شهر 12 من نفس السنة، بقاو حاضينها حتى دخل الطوموبيل الكراج، وفجأة خارجة هي وباها باش يدخلوا للدار، طلقوا عليهم 8 القرطاسات، ومرة أخرى ما تقاس 3 ريال باها. والمحاولة الثالثة جات بعد عام تقريبا، كانت غادية في طوموبيلتها هي وامها، وشوية حتى كيتفاجئوا بجوج البوليس الفرنسيين كيضربوهم بالقرطاس، الشيء اللي خلى الناس يتجمعوا في ديك البلاصة، وفشلت الخطة، وسلكت توريا وامها، وموراها بشهر وقفوها البوليس في الطريق، وقالوا لها توصلهم للبلاصة اللي بغاو، ولكن بنت الشاوي عاقت بالقلب وما قبلتش، تزايدت معاهم في الهضرة، ومرة أخرى تجمعوا الناس، وتما البوليس ما بقاو قادين يديروا والو. والمحاولة الرابعة كانت نهار قبل الاستقلال، هاد المرة نيشوا عليها مزيان، ضربوها بقرطاسة وحدة، وجاتها في راسها، وهنا كانت نهاية حياة وحدة من رموز الكفاح الوطني، وعمرها ما كانش دايز 19 سنة. وداك النهار كان كلشي فرحان لأن عارفين الاستقلال اللي غدا غادي يكون، وكان عندنا واحد السائق كان وصلني للمدرسة ديالها، وأنا عندي 11 سنة بديك الساعة، وحضرت على خطاب درته للفتيات، قلت لهم أنا سعيدة بأنك لغدا غادا تعيشوا لحظة الاستقلال، ولبسوا أحسن ثياب ونشطوا، والحمد لله اللي وصلنا لهذا النهار. وراجعين في الطوموبيل كنتذكروا بنشاط لما وصلنا لباب المنزل، وأن الوالدة ديالها كتطلع عليها من البالكون وكتدوي معاها، وجا الشخص من وراها اللي غينفذ العملية وضربها من الوراء، من الوراء يعني ما شافتوش. وقد حضر جنازتها أنذاك نحو 60,000 نسمة. الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين. الشهيدة ثريا الشاوي تقول: لقد عشت يا أبي أسعد لحظة في حياتي حين كنت ممسكة بزمام الطائرة، لم أرى إلا ضبابا في ضباب، ولكني كنت حذرة أشد الحذر، كنت أحسب نفسي كطائر أشارك الطيور في فضائها وأستمتع بالحرية الكاملة.